أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي طلاب الصف 11. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم الدروس والمحاور التي سنقوم بدراستها ومناقشتها خلال الوحدة الأولى من هذا الفصل. كما تلاحظون الوحدة بعنوان فألف بين قلوبكم. تتناول هذه الوحدة مهارات التربية الإسلامية متمثلة في دروس وعناوين مختلفة تكسبك عزيزي الطالب القدرة على التفكير الإبداعي والتفكير الناقد والكفايات اللغوية وكفايات التعاون والمشاركة. الدرس الأول كما يظهر أمامك هو جهود العلماء المسلمين في خدمة القرآن الكريم. الدرس الثاني من سورة آل عمران من الآية 102 إلى الآية 105. الدرس الثالث من خصائص الشريعة الإسلامية الإيجابية. الدرس الرابع مجتمع الخير يتجسد في حديث نبوي شريف. والدرس الخامس الرخصة والعزيمة. موضوعات الوحدة كما تظهر أمامك مرة أخرى هي جهود العلماء في خدمة القرآن الكريم، سورة آل عمران، من خصائص الشريعة الإسلامية الإيجابية، الأخلاق في الإسلام، العزيمة والرخصة. مشروع الوحدة. يقوم مشروع الوحدة أساساً على المهارات البحثية. يستخدم الطالب المهارات التكنولوجية في تصميم مشروعه القائم على عرض درس العزيمة والرخصة في عمل جماعي. سيوكل لكل مجموعة مهمة تتعلق بتوضيح المفهومين والفرق بينهما في عرض تقديمي. تتكامل هذه الوحدة فألف بين قلوبكم مع مادة التاريخ، حيث تعرض الوحدة دروسا تتحدث عن الوحدة وعدم الفرقة. في الوقت نفسه تتحدث مادة التاريخ عن مواقف أردنية وعربية تساند الوحدة العربية. أيضا مع تكنولوجيا المعلومات، حيث يستخدم الطالب المهارات البحثية في حصصه والمهمات التي تطلب منه، وأيضا يستخدمها في تصميم مشروعه القائم على عرض درس العزيمة والرخصة في عمل جماعي، وحيث سيوكل لكل مجموعة من هذه المجموعات مهمة مختلفة تنسجم وميول الطالب. هذه هي الدروس وهذه هي أرقام صفحاتها. دعونا نتحدث عن كل درس بإفراد. جهود علماء المسلمين في خدمة القرآن، وهو الدرس الأول صفحة 6. النتاجات التعليمية. يتوقع من الطلبة تحقيق النتاجات الآتية: ذكر مظاهر خدمة القرآن الكريم والعناية به، بيان أبرز جهود الصحابة والتابعين في خدمة القرآن الكريم، توضيح أهم الجهود المعاصرة في خدمة القرآن الكريم، تقدير ما بذله العلماء من جهود في خدمة القرآن الكريم. بداية سنتعرف إلى المرحلة الأولى، وهي كتابة القرآن الكريم في عهد رسول الله بأيدي كتاب الوحي. قمنا بدراسة هذا المفهوم في الصف السادس والسابع، وهم المجموعة من الصحابة الكرام الماهرين في الكتابة الذين اختارهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهذه المهمة. بعد ذلك سنتطرق إلى مرحلة أخرى، وهي جمع القرآن الكريم ونسخه. سنتعرف إلى الرسم العثماني، ما هو هذا الرسم العثماني، وكيف تولى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه الخلافة فأمر بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد، وكيف تلاه سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بنسخ المصحف. بعد ذلك سنتطرق إلى حفظ القرآن الكريم وتعليمه ونشره، حيث حث رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم على تعلم القرآن الكريم وتعليمه في قوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. بعد ذلك ضبط المصحف الشريف وخدمة القرآن الكريم في العصر الحديث، الطباعة القرآن الكريم وترجمة المعاني لتشمل مختلف اللغات في العالم.
أما في الدرس الثاني فالنتاجات المتوقعة هي تلاوة الآيات الكريمة من الآية 102 إلى الآية 105 من سورة آل عمران تلاوة سليمة، أيضاً بيان معاني المفردات والتراكيب الجديدة، تفسير الآيات الكريمة تفسيراً إجمالياً، حفظ الآيات الكريمة غيباً، الحرص على وحدة الشعوب ونبذ الفرقة. سنقرأ الآيات الكريمة ونتعرف إلى محور من محاورها، وهي تقوى الله سبحانه وتعالى، من ثم التمسك بالإسلام، الوحدة وعدم التفرق، الدعوة إلى الخير، وبالطبع في ختام هذا الدرس التقويم والمراجعة. بعد ذلك عزيزي الطالب سننتقل إلى من خصائص الشريعة الإسلامية الإيجابية. نتعرف إلى مفهوم الإيجابية، هذه هي النتاجات التعليمية المتوقعة، توضيح مظاهر إيجابية الشريعة الإسلامية، التمثيل على الشيء الإيجابية في الأحكام الشرعية، استنتاج أثر إيجابية الشريعة الإسلامية، والمبادرة إلى فعل الخير. سننتقل إلى محاور متعددة، مفهوم إيجابية الشريعة الإسلامية، مظاهر الإيجابية في الإسلام. وفي الدرس الأخير من هذه الوحدة العزيمة والرخصة، كما قلت لكم في بداية الفيديو أن هذا المشروع سيقوم على هذا الدرس، فبالطبع ستقوم بدراسته وفهمه ومن ثم الانتقال إلى تنفيذ المشروع. يتوقع من الطلبة بيان مفهومي العزيمة والرخصة، توضيح حكم العمل بالعزيمة والرخصة، تعداد أسباب الرخصة في الإسلام، التزام أحكام الإسلام دون إفراط أو تفريط. سنتعرف إلى مفهومي العزيمة والرخصة، حكم العمل بالعزيمة والرخصة، وأيضاً تطبيقات على الرخصة والعزيمة في القرآن الكريم. هذا هو عرض سريع ومفصل إلى ما سنتناوله خلال الوحدة الأولى من هذا الفصل. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.